يبارك لمقام قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والداعم الأول للرياضة السعودية ولجميع المجالات حقيقة، والسند لنا في جميع التطور اللي قاعد نشاهده في جميع المجالات. بارك أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الداعم لهذا المنتخب ولي أنا شخصيا الأمانة في طول الفترات الماضية. الأمير ساندنا في ظروف صعبة سابقا، فما بالك وإحنا نحقق هذا المنجز. قدمنا الشيء الكثير، نشكر على هذا الاستقبال، على هذا الترحيب، على كل ما قدم لنا في الفترة الماضية، وإن شاء الله أن نكون حريصين أن نقدم أكثر وأكثر من أجل وطننا أولا، وأيضا من أجل المسؤولين وما يقدمون لنا من مجهود. مناسبة جميلة بعد ما حققنا الإنجاز، الله يعطيهم العافية، احتفل فينا، دعمونا، حفزونا. الحمد لله على هذا اللقب الغالي، مناسبة كبيرة أكيد، فخر لي مواطن سعودي يتمنى أن يكون متواجد بمكاننا. سعيدين أنه أول بطولة لكأس آسيا تحت 23 سنة تدخل إلى خزائن المملكة العربية السعودية، نكون جزء إحنا منها كجهاز فني وكجهاز طبي وإداري وكلاعبين. فرحة الشعب السعودي، فرحة المسؤولين، دائما ما تحملنا مسؤولية أكبر من البطولات القادمة، لابد أن نركز أكثر فيها ونحققها إن شاء الله من أجل هذه المشاعر اللي إحنا قاعدين نعيشها ونشعر فيها من خلالها. قبل بداية البطولة والمعسكر كانت أجواء جدا جميلة، كان في تناغم كبير، كل حاط عزيمة أن راح ناخذ البطولة. هذه خلتنا يعني قاعدين نفرق عن المنتخبات الثانية، أن عندنا الرغبة زايدة والطموح عالي أن ناخذ البطولة. كانت أجواء حماسية ويعني فيها طموح وفيها رغبة مننا أن نسوي شيء، الحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نحصد اللقب. أجواء كانت حلوة، أجواء فيها رغبة أن نبغى البطولة تحقق هالشيء الحمد لله. والله من بعد ما تخطينا دور المجموعات، من بعد تأهلنا ضد الإمارات، هنا حسيت أن اللقب من نصيبنا. من بعد مباراة فيتنام، الصراحة مباراة أستراليا، كنا معسكرين في إسبانيا، خلصنا معسكر إسبانيا، رحنا لحقنا المنتخب قبل مباراة فيتنام، كان عندنا شعور أننا حنسوي شيء، حنضيف شيء، الحمد لله قدرنا نساعدهم، حفزونا وقالوا لازم ترجعوا بالكاس، وأنتوا الحين مفروض تكونوا حافز لهم، تدعموهم، تحفزوهم، الحمد لله. أحب أشكر من جميع النواحي من تضحيتهم ودعمهم لنا، أحب أشكرهم كثير الشكر صراحة، قدموا الشيء الكثير لنا. أحب أشكرهم جميع، كانوا معنا كأخوان بداية البطولة، نهديهم هاللقب بالطبع وإن شاء الله الجاي أحسن. الجمهور السعودي طمنهم أن هذا الجيل بإذن الله إنه جيل بطل، هذا الجيل حقق كأس آسيا الشباب واليوم حقق الأولمبي، إن شاء الله أن أي لاعب الهدف الرئيسي له هو تمثيل المنتخب الأول أكيد، تحقيق لقب على المستوى الآسيوي والعالمي إن شاء الله. نوعدكم إن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله.